ولايات أريزونا في أمريكا لا تعتبر لك زوالات من ناحية المناخ، من ناحية عندهم قاعد خطروها لا ياك ياك ما عاقبولينا حتى خارج شينجل الدينز ليست هي رايحة توخر الجامعة كل فصل بالمتفوقين الجامعة كاملة ما هو لا في الشعب التعليم والشباب الحمد لله كان فيها كل سمستر الحمد لله كانت وهذا لا سبب وقد عود ذيك نزعة تنافسية قلت لك والله مولي الحمد لله ان مشينا من هون واهلين السيستم الفرنسي هي انا شيء ما ذاك الاكاديمي بعد من يا غير مولي احنا كنا كل صيف حكما ما كل صيف ورا صيف نشوف زوارات نعدلوا الشهره مع الشركه نشوفوا الميدان مباشره من ذوك التجارب انا استخلصت اني قد عود الرجوع ما هو مناسب مباشره هي تجربه ما كانت مغذيه حتى بعض الامور مع انها كانت طبعا مفيده ياس من الاشياء الاخرى. وبالتالي قبلت انا قرار اني لاهي نحاول كاني قاعد نقبل تجربه في الولايات المتحده نشتغل في الميدان ونعود راني عاقب ذاك نشوف. طبعا كنت نقول اني عدلها سنوات قليله عقب قعدت 13 سنه الحمد لله. منجم تاز ياست انتم ما عندكم لا تدعو عنكم فكره انه من اكبر منجم للذهب في الوطن العربي اكبر منه الا منجم السكري في مصر. أهدافنا وصلنا لهم كاملين في الفترة ووصلنا لهم بأيادي موريتانية ونعاتنا بسرعة إن شاء الله نجيب بعدين والنهار اللي مشيت فيه المنجم كامل كان وظائف كاملة كانت مرتبة مع إني أنا شايف عليه الجانب الأمن والسلامة اللي كل نهار طايح حاسي وقعدت قاع رواية عادية ولكن بالنسبة لنا احنا المعادن حادث واحد يقفل الشركة روح واحدة تبغى الشركة. نحن نقول إن أغلى اللي يوخم المنجم ما هو الذهب والنحاس أغلى اللي يوخم المنجم مناقب من رأس المعامل من رأس.